ما كان منصبه وسنه. والدليل على أنهم مرضى نفسيين تصريحاتهم عن جبريل في رابعة طالع نازل دريفري، وتصريحهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمرسي تقدم بنا، وتصريحاتهم أن عندهم وعد من الله تعرفش قالهم إزاي أن مرسي راجع يوم 10 رمضان، ثم عند فض الاشتباك حلقوا لحاهم ولبسوا زي النساء وتركوا أتباعهم. معايا؟ ده كلام السلفيين وطنطاوي. وسعيد رسلان قال ايه زعيم السلفيين في مصر؟ قال الاخوان خونة. ده كان بيقعد مع مرسي ده. ولديهم استعداد لفتح مصر للغزو الأكبر.